على كثر هؤلاء الصحابة اللي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف كيف يطبق منهج العدل بينهم جميعا، ما كان يفرق بينهم ويفضل أحدهم على أحد، كلهم كانوا سواسية عند النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف أنسابهم وعلى يعني كل أنواع الاختلافات التي كانت في هؤلاء الصحابة، إلا أنه كان الجميع عنده سواسية. ولا أدل من ذلك من القصة التي يعني اشتهرت كثيرا، قصة الصحابي جليبيب، وربما سمعتم بهذه القصة، لتدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا بين أصحابه جميعا، ما يفرق بين فلان وبين فلان، على الرغم أن هنالك كبار الصحابة مثل عمر وأبو بكر، وعند من أقربائه مثل أبي بكر مثل علي بن أبي طالب وعمه حمزة وجعفر، هذا كان أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء أعمامه، ومنهم من كان من التجار من أصحاب الأموال، ومنهم من كان فقير، يعني كلهم كان إيش متفاوتون في يعني النظرة الدنيوية التي ننظرها نحن، لكنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إيش سواسية، وعند الله عز وجل ميزان طبعا التقوى. هذا جليبيب يعني واحد من الأنصار عنده بنت، وهذا البنت توفي زوجها، وكان يعني عادة الأنصار أن الواحد لو عنده بنت قبل ما يزوجها يصير حنبي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله يقول عندي بنت إذا بغيت تتزوجها، يعني كلهم يبي حظي وبشرف أن النبي يتزوج من بناتها. فهذا الأنصاري لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه ابنتي إذا كنت تريدها ترى ما عندها زوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا عاد لما سمع الرسول يقول نعم عاد مفرح طش بنا من الفرحة، فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن لا أريد هذه، عاد استدراك لكن ما يعني حرف استدراك، قال لكن لا أريدها لي. قال لمن تريدها يا رسول الله؟ قال إني أريدها لجليبيب. هو جليبيب، من هو هذا جليبيب؟ هذا جليبيب ترى يعني كان أحد من يعني صحابي من الصحابة، وكان من أفقر صحابة رسول الله جميعا، يعني كان فقير جدا لا يملك حتى درهم واحد معه، وكان حتى من شدة فقره كان ينام في الطريق، ينام في الشارع، والرسول وكان يعني هذا جليبيب يتمنى أن يتزوج، يعني كان لم يعطى جمالا، وكان مثل ما تقول متشرد، وفيه من يعني وقاحة المنظر ووقاحة الحال ما فيه، وكان الجميع لما ينظر إلى جليبيب كلهم يستحقروا يعني جليبيب هذا، حتى الواحد يعني كان يقول حبناتي يقول لو دخل عليكن جليبيب وجلستن معه لأؤدبكن خيار الأدب، يعني هذا جليبيب كان محد كلهم يستحقروه. فهذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أزوجها لجليبيب، قال جليبيب قال لحرصني لبقى أستشير أمها، تراك أنت تو قبل شوية ما استشرت أمها متينها تبى الرسول يتزوجها، ليش الآن تستشير أمها عاد؟ قال أستشير أمها. فراح هذا الرجل إلى أم هذه البنت فقال لها بأن الرسول يخطب ابنتنا. فقالت ولعمري ليس شرف لنا أكبر من هذا. فقال لها ولكنه لا يريدها له. لمن يريدها؟ يريدها لجليبيب. جليبيب ما لنا بالجليبيب، احنا ايش بيننا وبين جليبيب؟ عاد ما لقي الرسول غير هذا الرجال يتزوج بنتنا؟ رجال لا شرف ولا نسب ولا مال ولا جمال ولا شيء يعني يشجع ان هذا يتزوج بنتنا. فرفضوا ان يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم وان يتزوج جليبيب بابنتهم. هذه البنت كانت بنت مؤمنة ما شاء الله عليها، الله تعالى رزقها من الإيمان، وكان عندها إيمان راسخ وحب للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تستمع من داخل حجر هذه الحديث الذي بين أبيها وبين أمها،
فلما سمعت ما دار بينهما وأن الحال سيؤول إلى أن يرفض ويرد خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من غرفتها فقالت لأبيها وأمها: من خطب لي هذا الرجل؟ فقال رسول الله: قالت أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذه البنت يعني ليست عصبت، كيف أنت ترد رسول خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إني لأرضى به زوجا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضيعني. فوافقت على الزواج من جليبيب. هذا الأب والأم عاد وقعوا يعني خلاص، دام هالبنت عاد ما بيدينا حيلة. سار الأب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: هذه البنت وشو ركبها؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب وزوجه بهذه الفتاة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما فقال: اللهم صب عليهما الرزق صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. قيل أن هذه المرأة أصبحت بعد بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت من أغنى الصحابيات في المدينة المنورة. هذا جليبيب تزوجها هذه الحرمة وخرج بعد ذلك، خرج يقول في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج في هذه الغزوة وحدث القتال بين المسلمين وبين المشركين، طبعا انتهى القتال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشوف في الصحابة، ينظر إلى الصحابة، فقال لأصحابه يعني كما روى هذا الحديث أبو برزة الأسلمي رضوان الله عليه يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بين أصحابه فيقول: أما تفتقدون أحدا؟ فيقول الصحابة: نفقد فلانا وفلانا وفلانا من كبار الصحابة، لكن ما حد جاب جليبيب. فأعاد عليهم: ألا تفتقدون أحدا؟ وكلهم يقول: نفتقد فلان وفلان وفلان وفلان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأفتقد جليبيبا، ابحثوا عنه في جموع هؤلاء الناس. فبحثوا عن جليبيب فوجدوه صريعا بين سبعة من المشركين، قتلهم فقتلوا، يعني قتل سبعة من المشركين. بعد ذلك إيش توفي متأثرا بالجراح، لأن كانت معركة شرسة بين المسلمين وبين المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن خبر هذا الرجل أنه توفي، عن جليبيب أنه صريع، ذهب إليه بنفسه وجعل يحتضنه ويقول: جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. والصحابة رضوان الله عليهم مستغربين ما هي المكانة التي كان عليها جليبيب حتى يحظى بهذا الشرف. حتى يروي ابن مسعود رضوان الله عليه يقول: حمله النبي صلى الله عليه وسلم بين ذراعيه وأمر الصحابة بأن يحفروا قبرا لجليبيب، وما كان هنالك فراش لجليبيب في كل هذه المدة إلا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما قال هذا فقير، على الرغم أنه فقير، وما قال هذا ذو نسب يعني وضيع، ولا قال هذا ميل شرف وميل مكانة، وإنما كان الجميع سواسية. وهذا يعني جليبيب كان تقيا، كان إنسانا ورعا، كان إنسان عابدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذات يوم جالس مع جبريل، فمر من أمامهم جليبيب، فقال جبريل يقول: إن هذا جليبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تعرفه يا جبريل؟ فقال له: إن هذا رجل يعرفه جميع من في السماء. جليبيب مكان عند الله عز وجل، على الأرض منكور ويعرف في السماء، له خبر بين الملائكة شائع. فالميزان عند الله عز وجل هو التقوى، ما الميزان أنه فلان غني وفلان. فبذلك هذا من العدل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يجسد خلق القرآن في شخصيته عليه أفضل الصلاة والسلام. كثير من القصص التي في عهد الذي كان يعني يعدل به بين أصحابه وبين أزواجه
وبين يعني مجتمعه، والعدل أيضا تعدى حتى يصل إلى غير المسلمين، كان عادلا بين الجميع.